هذا سيد الحجازي كله يطلعون مشايخك سبحان الله. من كتاب الطبقات الكبرى تأليف محي الدين الطعمي الأسيوط المصري مجلد أول المكتبة الثقافية لبنان بيروت. أبو الطيب طريقة الخلوتية سيد الخلوتي والدرديري وسيد الحفني وسيد السباعي وسيد البكري. يقول أبو الطيب نصير البسكري البكري عليك السلام ورحمة الله. العالم الزاهد دفين بسكرة، وين صايرة بسكرة؟ من تشع القلوب لوعظه. قال أبو سالم لم تر عيني قبله ولا بعده توفي 1060. شنو يعني مولانا من عين من دفين بسكرة؟ سيد الحجازي بسكرة وين؟ بسكرة دي بتهدي من دول لأن فيهم خراسان فيهم شعراء. شوف معجم البلدان كده صح، بس زي بش بلد أبو فتح البش في المعدون عليهم السلام. محمد بن محمد بن عبد الله معن الأندلسي صاحب الزاوية بالمخفية من عدوى فاس الأندلسي الولي الشهير دفين القباب خارج باب الفتوح في القبة الوسطى منها وغسلته زوجته وابنته تزق عليها الماء. يجوز مولانا أن المرأة تغسل والبنية تغسل زوجها؟ وغسلته زوجته وبنته تزهق عليها الماء وكان من أكابر أهل الطريق علما ودينا ورسوخا في العرفان وله أتباع كثيرون كبير القدر جدا. أخذ عن سيد يوسف الفاسي توفي 1062 سبحان الله. آمين. محمد بن محمد الدادسي الولي العارف الكبير القدر الأموي العثماني من أصحاب سيدي عبد الله بن حسون دفين دأس كان يستعمل السماع. شو نستعمل السماع سيدي؟ السماع اللي هي المثال اللي يسمع. ايه ويتأثر لا يعني يسمع لا مدايح ويتأثر به وبقي في ابتداء أمره نحو 30 سنة لا ينام الليل. معقولة مولانا؟ السماع الروايات ويقرأ 30 سنة ما ينامشي يا شباب يا صوفيا. بس في النهار بينام شوية يعني لما هو معنى ها يقوم الليل يعني. وله بركات وكرامات توفي عام 1062 62 محمد بن إسماعيل المستاوي والله واحد مادح كتاب الوالد من صوف المستاوي الإمام شيخ الإسلام ناصر الملا مجدد قرنه كان جوالا بلغ الحرمين والقسطنطينية العظمى عليكم السلام ورحمة الله. وكان من أكابر الأولياء ممن يرون النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هلا سيدي تشوف النبي. وطاف بلاد الدنيا ودخل اليمن وبغداد ومصر وكان يقول أذن لي في نصرة الدين وإظهار كلمة الخلافة. وكان يقول جلت في جوانب الأرض فلم أجد من يبكي الإسلام بالعين التي يبكيه بها. والله فوالله ما كذبت إلا أني عسى أن أكون قد غلط فإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال لي أنت عالم وغني وسلطان. توفي عام 1064. أحمد بن عيد الصادق السلجلماسي ولي الصالح دفين الرتب أخذ عن سيدي محمد الكومي دفين القليعة توفي عام 1066.